في المحاضرة 11 إن شاء الله سوف نشرح الوحدة السادسة في فيزياء عامة 1 وهي مركز الكتلة وحركة مركز الكتلة. قلنا في السابق نتعامل مع الجسم الصلب كأنه نقطة وتتحرك بانتظام، لكن في الواقع لو كان هاي عندي جسم صلب وأثرت عليه قوة هيك، لاحظ كيف ايدي جاي على القلم ايش مش هيتحرك، لكن لو اثرت عليه قوه جانبيه هيتحرك حركه دائريه، لكن لو اثرت عليه قوه من الوسط هيتحرك كجسم واحد. عشان هيك لازم ندرس هالقيد مركز الكتله للجسم الصلب وليش لعده اجسام. اول حاجه بدنا ناخذ مركز الكتله جسمين نقطيين، مركز الكتلة لجسمين نقطتين. نفترض هاي عندي هاي الاكس وهاي عندي الواي وعنده كتلة ام واحد تبعد اكس واحد احدى ثيابته وهاي عنده كتلة ام اثنين افتبرد اكس اثنين. بقول لك بدنا نعرف حاجه اسمها مركز الكتله اكس سنتر اوف ماس بيساوي واحد على ام كابيتال في اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2 والام كابيتال حساوي ام 1 زائد ام 2. هناخد مثال على الكلمه هاي. سؤال بيقول لي اين يقع مركز كتلتين، اين يقع مركز كتلتين ام 1 بيساوي 2 كيلو جرام وام 2 بيساوي 4 كيلو جرام والمسافة بينهما 3 متر على محور السين. لاحظ انا بدي اخذ هاي الاموال ولاحظ بدي احله بطرق متعددة. هاي عندي الاموال بدي اخذ الام 1 في المركز او في نقطة الاصل 2 كيلو جرام وهي ام 2 والمسافة بينهم 3 متر، يبقى هذا احتياجاتها 0 0 وهذا احتياجاتها 3 و0. واحد بيقول لي لا انا بدي اختار هيك هاي المحاور، بقول له ماشي هاي المحاور هاي المحاور هاي النقطة هاي اللي سوها هي عادي مش مشكلة عندي. أول شيء لاحظ أنا سويت اخترت وين الكتلتين حيكونوا وهلقيت اختار كتلة هان وحنشوف لو اختار الكتلة برضه هان حيطلع معي نفس النتيجة. يبقى أول شيء بنجيب الأم كابيتال. أم كابيتال بتساوي أم 1 زائد أم 2 بتساوي 6 كيلو جرام. بنيجي نطبق القانون اكس سنتر اوف ماس حيساوي 1 على 6 هاي اكس سنتر اوف ماس بيساوي 1 على ام كابيتال اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2 اكس 1 ام 1 ام 1 2 في الاكس 1 0 زائد ام 1 ام 2 4 في الاحتياط تاعتها 3. يبقى الاكس سنتر اوف ماس حيساوي 12 على 6 بيساوي 2 متر. لاحظ هذا لو اثرنا بقوه على مسافه هاي متر مترين هاي 3 متر على مسافه 2 متر النقطتين ام 1 وام 2 حيتحركن كجسم واحد. شخص اخر حيقول لا انا بدي اخذ هاي الام 1 وهاي الام 2 والام 1 بتبعد اكس
يبقى هاي الاحداثيات اكس وزيرو. الثانيه المسافه هنا 3 متر بيننا، هيكون 3 زائد اكس وصفر. يبقى تجيب ايش؟ الاكس انتر اوف ماس لهذا، الاكس انتر اوف ماس ايش هساوي؟ الاكس انتر اوف ماس هساوي 1 على 6 اكس 1 ام 1 2 اكس. الام 2 في بعد، الام 1 عن احداثيات عن نقطه الاصل احنا قلنا اكس، زائد اكس زائد 3 في 4. وهي هتساوي 1 على 6 6 اكس زائد 12. لا، عندما اكس بيساوي 0 برجع 1 على 6 على 12 بيساوي 2 متر. طب حط اكس بيساوي 1 متر، بيكون 6 في 1 6 زائد 12 18، 18 على 6 بيطلع 3، وكأن هاي 1 هاي 2 هاي 3. رجعت لنفس النقطة اللي هو بعد المركز الكتلة عن ام 1 2 متر. حط اكس بيساوي 4 برضه بيساوي، حط اكس بيساوي 2 بيطلع اكس 12 زائد 12 24 على 6 ايش؟ 4. يعني من هنا 2 برضه من هنا 2. يبقى انا هيك الهدف من المثال هذا اني كيف انا اختار المحاور وين احط ايش؟ الجسيمات. ممكن احط هان صح، لكن هان بيكون الشغل لما بحط الام 1 في الصفر صفر بكون اريح لي بالحل وبيعطيني نفس النتيجه. طيب هناخد هالجيت، اخذنا مركز الكتله اثنين نقطيين. لو كان عندي عده هاي اكس وهاي واي وهاي زد، عندها هاي ام 1 وعندها انا ام 2، انا قلت هناخذ مركز الكتله لعده جسيمات. هاي عندي ام 1 وعندي ام 2 وعندي ام 3 الى ام، وهذا احتياجاتها اكس وواي زد، وهذا احتياجاتها اكس 2 واي 2 زد 2، وهذا احتياجاتها اكس ام واي ام زد ام. نفس الشيء بدي اروح ارجع اقول اكس سنتر اوف ماس بيساوي 1 على ام كابيتال، اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2 زائد، والواي سنتر اوف ماس بيساوي 1 على ام كابيتال، الواي 1 ام 1 زائد واي 2 ام 2 زائد، والزد سنتر اوف ماس بيساوي 1 على ام كابيتال، زد 1 ام 1 زائد زد 2 ام 2 زائد، والام كابيتال بيساوي ام 1 زائد ام 2 زائد ام. هناخد مثال المثال وموجود برضه على مطاقة في الكتاب، بقول لي حدد مركز كتلة ثلاث كتل، حدد مركز الكتلة لثلاث كتل، ام 1 بيساوي 1 كيلو جرام، وام 2 بيساوي 2 كيلو جرام، وام 3 بيساوي 3 كيلو جرام، موضوعه على رؤوس مثلث متساوي الاضلاع، طول ضلعه 10 سم. هاي عندي مثلث، هاي عندي ام 1 بيساوي 1 كيلو جرام، هاي عندي ام 2 2 كيلو جرام، وهاي عندي
عم 3 تساوي 3 كيلو جرام. هلقيت اول شيء لازم اختار المحاور. بختار محاور صحيحه اللي تريحني في الحل. هاي بتختار هاي اكس وهاي واي. اخترت اكس وواي اول شيء، ثاني شيء بروح اجيب احداثياتها. هذا صفر صفر، طول ضلع 10 سنتي. يبقى هاي النقطة الموجودة على الاكس اكس 10 وصفر، هاي اكس وهاي واي. نيجي لهاي، هاي النقطة قديش قطعت من اكس؟ 5 سنتي. يبقى هاي 5 والواي هاي 10. فيثاغورس هيطلع لي قديش واي الاكس او الواي اكس هذا؟ هيطلع لي 5 جذر 3. إذا جبت الاحتياطيات خلص السؤال، بقول اكس سنتر اوف ماس بيساوي 1 على ام كابيتال، اكس 1 ام 1 زائد اكس 2 ام 2 زائد اكس 3 ام 3. والام كابيتال بيساوي ام 1 زائد ام 2 زائد ام 3 بيساوي 1 زائد 2 زائد 3 بيساوي 6 كيلوغرام. هل لقيت بديل من اكس سنتر اوف ماس؟ بيساوي 1 على 6 اكس 1 ام 1 0 زائد اكس 2 ام 2 2 في 10 زائد اكس 3 اكس 3 واي 3 ايش ام 3 قديش بعيد اكس 5 يبقى 5 في 3 يبقى هتساوي 20 15 35 على 6 سنتيمتر. هذا الاكس سنتر اوف ماس. هل قلت لي برضه واي سنتر اوف ماس؟ كمان مره بكتب القانون، واحد على ام كابيتال ام 1 واي 1 زائد ام 2 واي 2 زائد ام 3 واي 3 وحساب 1 على 6 هاي 0 زائد ليش في نقطه العصر وهاي 0 على المحور السيني زائد 3 في 5 جذر 3 بتطلع عندك بيساوي 15 جذر 3 على 6. يبقى هلا جبنا الاكس سنتر اوف ماس والواي سنتر اوف ماس تقريبا قد ايه بتساوي هاي تحسبوها؟ يعني ممكن تقول مت ايش؟ 35 على 6 تقريبا 5 الا شويه. يعني لو هاي النقطه كانت لو قدرنا قوه هان في النقطه هاي الثلاث كتل حيتحركن كجسم واحد.